السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى ذكر ما أسبغ على بني إسرائيل من النعم، ويعدد عليهم سبحانه وتعالى ذلك، وذكر نعما عظيمة في هذه السورة: وإذ أنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر، كما تقدم في الآيات، وبين سبحانه وتعالى ثم قال: وظللنا عليكم الغمام. فالله سبحانه وتعالى دفع عنهم النقم والشرور، وعدد عليهم النعم التي أسبغها عليهم في أمن ورخاء وسعة رزق، فلا يطلبون شيئا إلا جاءهم بغير سبب، بغير كد، بغير عمل. ثم إن بني إسرائيل كما تقدم لما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وقومه، من فرعون وقومه، و أهلك فرعون وقومه، فهو سبحانه وتعالى أمرهم أن يذهبوا إلى بيت المقدس، ميراث أبيهم إسرائيل، لما أنه كان فيها يحكمها بالإسلام والدين يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل بلاد الإسلام. فمن في تلك البلاد التي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذهبوا إليها وأن يخرجوا منها الكنعانيين، وكما ذكر الله قصتهم في سورة المائدة، وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة فيدخلوها ويفتحوها. قالوا: يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وموسى عليه الصلاة والسلام لما يئس منهم قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. تحريم قدري، لما أنهم أبوا أن يدخلوها، أبوا أن يفتحوها، فالله سبحانه وتعالى أوقع عليهم التيه بين مصر والشام في أرض ليس فيها خمر، ليس فيها شجر، ليس فيها ظل، والشمس فوقهم، يتيهون في الأرض في مسافة محدودة، يمشون مسافات طويلة، يظنون أنهم وصلوا إلى مقصدهم، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في المكان الذي هم قد ذهبوا منه، فيدورون في هذا المكان. وهذه عبرة، مع أنها مساحة، وهم مساحة بالنسبة لعددهم ليست بالكبير، ومع ذلك يدورون ويعودون إليها مرة ثانية. وهذه آية من آيات الله: يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عقوبة لهم. فعند ذلك قالوا: يا موسى، من أين لنا الطعام في هذه الأرض؟ من أين لنا الظل في هذه الأرض؟ من أين لنا؟ من أين لنا؟ فالله سبحانه وتعالى مع ذلك رحمهم وقال: وظللنا. يعدد عليهم سبحانه وتعالى، يعني في هذا المكان في التيه: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وظللنا من الظل بالضاء المشالة التي لها عصا، يقول ظل يظل ظلا، ظل النهار يعني يقام النهار، أما ظل فهو من ظل يظل، من الظلال، ظل يظل ظلالا هذا من الظلال، وظل يظل هذا من البقاء والدوام، ظل هذا الشيء باقيا.
وهنا قال وظللنا، يعني جعلناه عليهم ظلا يظللهم ويمنع منهم حرارة الشمس وشدة الشمس. ثم أيضا لا يترتب عليهم ولا يصيبهم من هذا الظلال، لا يصيبهم منه ضرر، بل هو ظل بارد. ولهذا قال وظللنا عليهم الغمام وليس السحاب، لأن الغمام يكون قريبا منهم، ولأن الغمام يكون باردا ويحمل ماء في الغالب فيكون باردا، بخلاف السحاب قد يكون في ماء وقد يكون خلب ليس فيه ماء. وظللنا عليهم الغمام، ولهذا قال بعضهم إنه هو السحاب الرقيق الأبيض، وليس معنى ذلك أنه ليس مانعا من حر الشمس، لكنه في وصفه رقيق، أما هو ساتر لهم يسترهم من حرارة الشمس. وظللنا عليهم وظللنا عليكم الغمام. ثم قال وأنزلنا، عطف على ظللنا. ظللنا هذه الجملة من الفعل والفاعل، وعطف عليها وأنزلنا كذلك. وأنزلنا عليكم، أنزل سبحانه وتعالى عليهم ما يطعمونه ويشربونه بلا كد ولا تعب، ينزل من السماء. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا الأمر أمر إباحة، لأن الأمر له أنواع وأقسام في الشريعة بحسب السياق، وهذا من الأمر الذي هو أمر إباحة فيه امتنان منه سبحانه وتعالى. وأنزلنا عليكم المن، المن اختلف فيه، قيل إن المن صمغ، نوع من الصمغ الذي ينزل على الأشجار من بعد طلوع الفجر وغروب الشمس، يكون كالصمغ أحلى من العسل وأبيض من اللبن، يجدون لذة وحلاوة فيه. وقيل إنه هو العسل، وقيل إنه نوع من الطعام، والأظهر والله أعلم أن المن هنا يشمل كل ما امتن الله عليهم به، فهذا الذي ينزل عليهم يمكن أن يكون مأكولا يأكلونه كالعسل مثلا، يجدونه على الأشجار، وقد يمزجونه بالماء فيكون شرابا طيبا، يضعون معه ماء فيكون شرابا طيبا، وقد يخلطونه بطعام آخر فيكون جنسا آخر وجنسا ثالثا. ولهذا قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذا المن على هذا القول. وقيل إن المن كل ما امتن به عليه، لكن قد يقال إن عطف السلوى على هذا عطف بعض أفراد هذا العام على القول بأن المن كل ما امتن الله به عليهم. وإن قيل إن المن هو شيء ينزل من السماء فإن شاءوا أكلوه خالصا، وإن شاء خلطوه ومزجوه بالماء فكان كالشراب الذي يشربونه، ويمكن أن يخلطوه بنوع ثالث، ويكون السلوى أيضا نوع آخر. والسلوى على هذا قيل إنه جمع سلوات، وهو السمانة، نوع من الطيور يشبه الحمام، وهي السمانة، وهي معروفة بهذا الاسم في بعض البلاد، من ألذ أنواع الحمام طعما. وقيل إن السلوى ما يتسلى به ويسلو النفس ويسلو القلب
ومنه السلوان. والذين قالوا إن المن هو كل ما يمتن الله به عليهم مما أنزله عليهم في التيه استدلوا بما رواه الشيخان من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء من العين وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ما هي الكمأة؟ شو تسمونها؟ نعم يختلف لها أسماء كثيرة. ها الكمأة عندكم العراق؟ إيه الكمأة. وأنتم شو اسمه؟ في أي بلاد؟ شو اسمه؟ إيش اسمه؟ دلفاس. ما شاء الله ما شاء الله صحيح. تعرفون الزبيدي؟ للزبيدي نعم منه نعم. ويسمى في بعض البلاد فقع ويسمى فقعة في بعض البلاد. في بلاد يسمى فقع وفي بلاد أخرى يسمى فقعة. ويسميه العرب بنات الرعد. العرب يسمونه بنات الرعد ويسمونه جدري الأرض لأنه ينبت يخرج من الأرض ليس له ساق ولا أوراق أبد. سبحان الله يا أهل الخبرة يعرفونه ويعرفون مناطقه فيأتون إليه فيحفرونه فيستخرجونه وهو أنواع كما ذكر الإخوان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الكمأة من المن. فهذا الحديث قول الكمأة من المن دليل لمن قال إن المن كل ما امتن الله به عليهم فيجدون الطعام ويجدون الشراب وإن شاءوا خلطوا هذا بهذا يعني يتفننون ويتأنقون في مطاعمهم ومشاربهم. والسماء هذا السحاب الرقيق الغمام يظلهم. وفي الليل قيل إنه يصعد لهم عمود من نور فيضيء لا يكون عندهم ظلمة. وقيل إنه ينقشع في الليل ويضيء لهم القمر. فالله أعلم. حسبنا ما ذكر هنا. أما التفاصيل الأخرى فالقاعدة في باب التفسير أنك لا تتكلم إلا بعلم. هذا هو الواجب. فإن جاء من كلام من أدلة في السنة ما يدل على ذلك فالحمد لله، أو كان بدلالة كلام العرب فكذلك، وإلا فيقتصر على ما ورد. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا طيبات هذه الحلال النافعة ما رزقناكم الذي رزقناكم وهو رزق واسع. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا مثل ما تقدم أمر إباحة، لكن الأكل من قول كلوا من طيبات ما رزقناكم يستوجب الشكر كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. يتطلب الشكر، يتطلب الشكر في زوال النقم والشكر في حلول النعم. فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم وغفر سبحانه وتعالى. والعفو إذا أطلق جمع المغفرة، والمغفرة عند الإطلاق يدخل فيها اسم العفو، لكن إذا اقترن وهو العفو الغفور فالعفو يكون بمعنى الإزالة والمحو، والعفو والغفران يكون معنى الستر، لكن عند افتراقهما فإنه يكون العفو والغفور متقاربان فهو معنى الإزالة. مثل ما تقدم عفت الديار
حين يزول أثرها وتسفو عليها تسفي عليها الرياح فلا ترى. كذلك الغفران والغفر من المغفر، والمغفر يستر، المغفر يقي، والمغفر يقي، لا ليس يستر، لا يقي. الثوب يستر، لكن المغفر والحديد والدرع لو أصابه شيء أو سلاح أو ذلك لا يضره، فإنه يقي. فهنا قال سبحانه وتعالى: كلوا مما رزقناكم، طيبات ما رزقناكم، مثل ما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأمرهم هنا فقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن هنا المقام يقتضي تذكيرهم وتحذيرهم، لأنهم عتوا وبغوا وأساءوا الأدب مع موسى عليه الصلاة والسلام، أساءوا الأدب: اذهب أنت وربك فقاتلا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إساءة أدب، والله سبحانه يعفو عنه ويغفر لهم، لكن ظلمهم على أنفسهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلمهم لأنفسهم، نقصهم على أنفسهم. فهذا تحذير وإنذار لهم حتى يعودوا ويؤوبوا. والظلم هو النقص في الأصل، قد يكون نقصا أكبر وظلما أكبر هو الشرك، وقد يكون دون ذلك من المعاصي. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هنا قال: وإذ قلنا ادخلوا، وإذ قلنا ادخلوا، الله سبحانه وتعالى هو أمرهم بذلك. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ادخلوا هذه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله سبحانه وتعالى أيضا أمرهم بذلك. هذه الآية مدنية، ولهذا قال: وإذ قلنا ادخلوا، لأن مدنية، وكان أهل الكتاب في المدينة، فكأنه تنبيه وخطاب لهم. في سورة الأعراف المكية: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا. هنا قال: ادخلوا سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، هناك قال نغفر لكم خطيئاتكم، هنا قال وسنزيد المحسنين، هناك قال سنزيد المحسنين. ولا شك هناك فروق عظيمة بين هاتين الآيتين. بعضهم ذكر نوعا من الفروق من جهة النظر والتأمل والنواحي البيانية، وأن هذه آية مكية وتلك هذه آية مدنية وتلك آية مكية. هنا قال: وإذ قلنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي قالهم ادخلوا هذه القرية، الله أمرهم بالدخول سبحانه وتعالى، فكلوا يعني بعد الدخول يحصل لكم الأكل، فكلوا من حيث شئتم. حيث هنا تدل على السعة في أي وقت ومن أي مكان في هذا المكان الذي أنتم فيه، وهي ظرف مكان، لكن معناها يدل على السعة في هذا. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء
فكلا منها رغدا حيث شئتما من الجنة في أي وقت من أي شجرة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هنا قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الأعراف ليس فيها رغدا، هنا قال ادخلوا، في الأعراف قال اسكنوا، لكن الدخول مع الأكل يستلزم السكنة، لأن الدخول في الأصل هو المرور، لكن إذا كان دخول وقال حيث شئتم رغدا فلما قرنه مع الأكل رغد مع الدخول دل على أنه دخول استقرار ليس دخولا عابرا. ويدل عليه في قوله سبحانه وتعالى في آية الأعراف اسكنوا هذه القرية، وهنا قال وكلوا، وهنا قال فكلوا منها حيث شئتم. وقولوا حطة، أمرهم سبحانه وتعالى أن يقولوا حطة قبل ذلك، أي حطوط عنا ذنوبنا، وادخلوا الباب سجدا. هنا قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هنا خطاياكم على صيغة جمع الكثرة، لأنه جمع تكسير، وجموع التكسير من جموع الكثرة، لأن جموع الكثرة من 11 فما فوق، وجموع القلة من 13 إلى 9. هناك خطيئاتكم جمع أن السالم، وجمع أن السالم إذا لم يحل فهو من جموع القلة، من جموع القلة إذا حلي فهو من جموع الكثرة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانت الآية، إذا حلي بالألف واللام فهو من جموع الكثرة، وإلا فجموع القلة، ومن جموع التكسير ما يكون جموع قلة مثل أفعل أفعلة فعلة أفعال، جموع قلة أفعل أفعلة فعلة ثم تفعلة ثم أفعال جموع قلة، وما سواها فإنها جموع كثرة. فهنا فروق بينهم والله أعلم، لكن هذه الآية التي في سورة البقرة مدنية كما تقدم، والأعراف مكية، وهنا كما تقدم ذكر أن فيها رغدا، وكذلك أيضا يدل عليه قوله في سورة الأعراف رغدا اسكنوا، لأن السكنة تدل على طول المقام، طول المقام. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ادخلوا هذه القرية، القرية مأخوذة من التقري. ما هي هذه القرية؟ اختلف فيها، قيل إنها أريحة، وقيل إنها بيت المقدس، وهذا هو الذي صوبه المفسرون رحمة الله عليهم، ومنهم ابن كثير رحمه الله، وقال إن القول بأنها ريحة قال معناه أنه خطأ، لأن ريحة ليست على طريقهم إذا خرجوا من مصر، إنما هي بيت المقدس، بيت المقدس. ادخلوا هذه القرية من بابها، القرية مأخوذة من التقري، والتقري ما هو؟ الاجتماع، ومنه القراء لأنه يجمع الناس، ومنه القارورة لأنه يقر فيها الماء ويجتمع. فمادة هذه المادة تدل على الاجتماع، هذه الأصل. وبهذا يحصل الجواب عن قول كثير من الأصوليين في المجاز في القرآن، مثل قوله واسأل القرية، قال اسأل القرية يعني على حذفه مضاف، أي أهل القرية، واسأل القرية يعني حل المضاف إليه محل المضاف، واسأل يعني اسأل أهل القرية. وما يلي المضاف يأتي عنه خلفه في الإعراب، يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. لكن الصحيح في هذا أن قوله واسأل القرية على ظاهره سؤال للقرية، قد يقول قال كيف تقول واسأل القرية؟ لأنه لا يمكن أن تكون قرية إلا بأهلها، إلا بوجود أهلها هذه القرية. أما بلد مثلا حتى ولو كان فيه بنيان
وفيه جدران، هل يسمى قرية إذا لم يكن فيها أحد؟ شو سمي العرب؟ أطلال، طلال البالي، ما يسمونه قرية. متى يسمونها قرية؟ إذا سمع الناس، وجد الناس، فيسمونه ماذا؟ قرية. فالقرية من التقري والاجتماع. ومثل قوله سبحانه وتعالى: جدارا يريد أن ينقض. بعضهم يقول يريد أن ينقض، يؤولون ويحملون على هذا المعنى، لكن الصحيح أنه ليس فيه أي مجاز هنا. نقول إرادة حقيقية، والله سبحانه وتعالى يعلم من الجدار ما لا نعلم منه. الجدار يريد أن ينقض، له إرادة، وإن من شيء ليسبح بحمده سبحانه وتعالى، والله سبحانه نسب الإرادة إليه. لكن هل في لغات العرب؟ بعضهم نفاه من القرآن وأثبته في لغة العرب في كلام الله العلم كثير، يعني ممن بسطه العلامة شنقيطي رحمه الله في رسالة الله، وقبله فيه كلام عظيم لشيخ الإسلام رحمه الله، وابن القيم رحمه الله جعله من الطواغيت التي تكسر حتى لا يحصل تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، وأنه اتخذ دهليزا وسلما في باب التأويل، في باب صفات الله سبحانه وتعالى، تأويلا مخالفا لما دلت عليه الآيات والأدلة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وادخل الباب سجدا اختلف فيه، ظاهر القرآن أنهم يدخلون وهم ساجدون، حال السجود كأنه والله أعلم أنهم يسجدون عند الدخول ثم يقومون، هذا هو الظاهر، أنهم عنده يسجدون طاعة لله سبحانه وتعالى، ليس المعنى أنهم يعني يسجدون في حال مشيهم، لا. صح عن ابن عباس كما روى ابن جرير بإسناد صحيح أنه قال سجدا ركعا، سجدا ركعا، وهذا قال بعض أهل العلم، وقيل سجدا أي خاضعين ذليلين، لكن هذا فيه نظر، إما أن يقال ركعا كما صح عن ابن عباس، أو سجدا كما هو ظاهر الآية. وثبت في الحديث الصحيح أنهم لما قيل ادخلوا الباب سجدا، لما قيل ادخلوا الباب سجدا دخلوا كما دخلوا على أستاههم وقالوا حنطة حبة في شعيرة، وهذا نوع من استهزائهم وسخريتهم عياذا بالله من ذلك. المقام مقام شكر ومقام تذلل واستكانة لله سبحانه وتعالى، وأمروا أن يدخلوا الباب سجدا ومع ذلك يدخلون على هذه الصفة. وقيل إنهم دخلوا على أقفائهم، يعني جعلوا ظهورهم إلى هذا الباب عنادا ومكابرة، لكن لا يبعد على هؤلاء القوم، فقد آذوا موسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم في كلام الله سبحانه وتعالى عنهم مع موسى عليه الصلاة والسلام. لكن هذا انظر إلى ما وقع له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه حين دخل مكة وأصحابه، دخل عليه الصلاة والسلام مكة منتصرا فاتحا، وإن عثنونه ليصيب مورك رحل عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: وإذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله واجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دخل خاضعا خاشعا عليه الصلاة والسلام متذللا له سبحانه وتعالى، هو خرج منها خائف عليه الصلاة والسلام، خرج مختفيا ودخل من أعلاها منتصرا
عليه الصلاة والسلام مسبحا ذاكرا خاضعا خاشعا وأصحابه معه عليه رضي الله عنهم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كانوا في أسفارهم في غزواتهم إذا علوا نشزا أو جبلا كبروا، وإذا صوبوا نزلوا سبحوا. كان علي كما حديث جابر صحيح البخاري حديث ابن عمر في الصحيحين، كان عليه الصلاة والسلام إذا على نشزا أو أكمة كبر ثلاثا، قال لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، لا إله إلا وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه رضي الله عنهم. وقولوا حطة، حطة أي احطط عنا، حطة الأقرب وأعربها كذلك ترهم، أي قولنا حطة خبر مبتدأ محذوف، أو أن منصوب احطط عنا حطة، حط ذنوبنا. وقولوا حطة يعني من جهة المعنى، لكن هنا وقولوا حطة يعني قولنا وشأننا، حطة معنى احطط عنا وزرنا، احطط عنا ذنوبنا، اغفر لنا. نغفر مجزوم على جواب الأمر، ادخل الباب سجدا وقولوا حطة، هذا مجزوم على جواب الأمر. نغفر غفران، تقدم أن المغفرة هي الإزالة والمحو، لا يذكر ذنبه ولا يعاتب به ولا يقول عملت كذا يوم كذا، لا، لكن سبحانه وتعالى قد يمتن على عبده ويقول عبدي عملت كذا يوم كذا، لا ينكر شيئا من ذلك، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، زيادة في المنة له وفرح بما أنعم الله به عليه، وأنا أغفرها لك اليوم. هنا قال نغفر لكم، تقدم أنه قال هنا خطاياكم، وفي الأعراف خطيئاتكم، خطاياكم كلها ولو كثرت، وقال وسنزيد، وسنزيد المحسنين، من زاد زاده الله، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اشكروا وأبشروا بالخير. والشكر من شكرة الدابة إذا سمنت، وهذا هو الازدياد في المعنى. وأعظم الشكر هو شكر النعم الدينية، الشكر في جميع النعم، فيشكر الله سبحانه وتعالى في نعمته الدينية والدنيوية، والله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل بالجميع، هو الذي أنعم بالنعم الدينية والدنيوية، وهو الذي وفق سبحانه وتعالى. فاشكر واذكر يشكر لك. وكما تقدم أن من ازداد من الشكر فإنه تيسر له سبل الخير وتفتح له أبواب الخير كلها، وأعظم أبواب الخير هي الأبواب الدينية الأبواب الشرعية. ولهذا العبد إذا دخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، فيسأل الله من فضله ويسأل الله من رحمته سبحانه وتعالى، نسأل الله المزيد من فضل مني وكرمها، أمين. لكنهم قوم لا يتركون طبيعتهم وسجيتهم وما هم عليه من العناد. قال سبحانه بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا، لم يلتزموا، أمروا أن يدخل باب سجدا وأن يقولوا حطة، فهم بدلوا في أفعالهم ما أمروا به من الفعل، وبدلوا فيما أمروا به من القول، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حنطة، قيل حتى قيل إنهم
خوطبوا بهذه الكلام بهذا اللفظ العربي، لأنه لما قال حنطة وحنطة مما يدل على أنهم خطئوا بهذا اللفظ. فبدل الذين ظلموا قولا غير اللاذقين، أبدلوا زادوا نونا، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان كما يقول القيم، نون اليهود ولام جهمي. ما هي لام الجهمي؟ لام الجهمي ما هي؟ نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. هم قالوا حطة، قالوا حنطة، زادوا نون. والجهمية ماذا زادوا؟ لام. ما هي اللام التي زادوها؟ نعم ارفع الصوت. قالوا استولى، قالوا استولى، زادوا لام، حرفوا. ولهذا هذا التحريف وهذا المذهب مأخوذ عن أبان بن طالوت اليهودي. أبان من هو ابن طالوت؟ سنده موجود مذكور، ذكرها العلماء رحمه الله عليهم، ابن أخت لبيد الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. سند الجهمية إلى أبان بن طالوت ابن هذا الذي سحر النبي، ابن أخته، وذكروا سنده موجود، ذكره ابن القيم وغيره أنه إليه. فلهذا يقول القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فهؤلاء بدلوا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ولم يتعظوا ولم يعتبروا بما مضى وما أنعم الله عليهم وما حذرهم وأنذرهم سبحانه وتعالى، ويسبق عليهم النعم ويدفع عنهم النقم، ومع ذلك هم مصرون. خرجوا وكانوا ذليلين في عند فرعون وآله، ودخلوا منتصرين، ومع ذلك فبدل الذين قولا غير الذي قيله. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، رجز هو العذاب، الله أعلم ما هو هذا العذاب، قيل هو الطاعون. وجاء في حديث أسامة بن زيد الصحيحين عنه رضي الله عنه إن الطاعون إنه رجز أرسله الله على من كان قبلكم، فالله أعلم. قيل إنه هو الطاعون، فمات منهم جمع عظيم. فأنزلنا على الظالم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما معنى الفسق؟ هو الخروج. أصل الفسق في اللغة العربية، في لغة العرب، هو الخروج. تقدم معنى هذا، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، الرطبة إذا صارت لينة وأتمرت وأمسكتها ومصعتها، القشرة تنساح معك ويبقى ماذا؟ لبها والتمر. فيقال فسقت خرجت. وسميت الفأرة فويسقة لماذا؟ الفأرة فويسقة لأنها خرجت عن طبع الدواب بفسادها. ولهذا تعمد، يعني لو كان عندك مثلا فتيلة أو نار مثلا الفويسقة تعمد إليها وتقربها إلى أدنى أي شيء يحترق تفسد. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند أبي داود، حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا على حصير، حصير يقعد عليه، فجاءت الفويسقة فجرت الفتيلة فأحرقت طرفها. فلما رأى علم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها، يعني إن الفويسقة تعمل ذلك، فإن هذه النار عدو لكم فأطفئوها، كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيحين، لكن قصة الفويسقة هذه عند أبي داود، لكن نفس إطفاء النار حديث أبي موسى وحديث ابن عمر في الصحيحين. الشاهد أنها تعمد إلى مثل هذا فتجر الفتيلة وتفسد، وهذا معهود منها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها عليه الصلاة والسلام، وأمر بالتحرز من النار. ولهذا اختلف العلماء في السراج، السراج ونحو ذلك،
النار إذا كانت محفوظة، طبعا هي لا تترك في البيت عند النوم، لكن لا يدخل في ذلك الكهرب لأنه يخرج من جهة المعنى. وكذلك ذكروا كانوا قديما يضعون نوع من الفوانيس وتكون مرتفعة وتنير بالفتيلة، لكن تكون مرتفعة ويكون فيها زيت، وقع فيها خلاف هل تأخذ هذا الحكم وتطفأ أو بحكم أنها مرتفعة لا تدخل لأنها لا تصل إليها الفويسقة، فوقع فيها خلاف. فالشاهد أن قوله سبحانه وتعالى قال فأنزلنا على ظلم رجا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيضا ذكرت معنى هذه الآية في سورة الأعراف أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم من السلوى وأنزلنا عليهم من السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا لكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا قال فانفجرت وفي الأعراف قال فانبجست. فالله سبحانه وتعالى ذكر في البقرة وكانت نزلت بعد ذلك في المدينة وكان يعني الخطاب في حال هذه نزول آية لليهود بهذا، فهو إخبار عن منتهى هذه العين حين استسقى فضرب الحجر. الذي في الأعراف ابتداء خروج الماء. الماء أنت حين تفتح الماء مثلا فإنه يكون انفتاحه يسيرا، فإذا تابعت عليه قوي فالمعنى أنه ضرب الحجر فانبجس بدأ الماء يخرج ثم انفجر صار يصب صبا عظيما. فأخبر الله سبحانه وتعالى في البقرة التي هي نزلت وكان اليهود في المدينة ويخاطبون مثل هذا ويتعظوا حتى يتعظوا وأن هذه نعمة على أجدادكم فهي نعمة عليكم وأن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام هنا واستسقى موسى. موسى هو الذي استسقى في الأعراف إذا استسقاه قومه، فناسب في قوله واستسقى موسى أنه هو الذي استسقى أن الماء يكون عظيما كثيرا ويقال فانفجرت. ولما كان في الأعراف إذا استسقاه قومه ناسب الانبجاس الشيء القليل الشيء القليل. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. الفاء هذه يسمونها الفصيحة لأن قال فقل نضرب لما قال يعني فضرب فانفجرت. استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، هذه آية من آيات الله. هذا الحجر اختلف هل هو الحجر معهود فتكون اللام هنا لام العهد ويكون حجر معه يحمله دائما يحملونه معه، أو في أي مكان نزلتم أضرب أي حجر فيخرج الماء. لا شك أن على التفسير الثاني أبلغ وعلى التفسير الأول كذلك، حجر يحمل هذا الحجر يضربه فينفجر من 12 عينا. الله أكبر، لكل سبط لا يتنازعون ولا يختلفون. استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. إعراب 12 فاعل ها مرفوع، نعم مرفوع بالإف، وهذا هو العدد من الأعداد الذي يعرب إعراب المثنى ملحق بالمثنى، وسائر الأعداد تبنى 11 إلى 13 إلى 19. هنا فانفجرت من 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا واشربوا من رزق الله، عندهم الطعام وعندهم الشراب، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. العثو هو الفساد، ولهذا قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين
هذه ما هي حال، لكن حال مؤكدة ولا مؤسسة؟ حال مؤكدة. لماذا مؤكدة؟ لأن العثو هو الفساد، العثو، ولهذا يسمونها حال مؤكدة لأنها أكدت معنى الفعل، وهي حال من الواو من الفاعل ولا تعثوا. فلما كانت حالا منه وكانت في معنى العثو كانت حالا مؤكدة، بخلاف مؤسسة ولا تمشي في الأرض مرحا. فنهى أن يسعوا في الأرض فسادا، بل عليهم بضد ذلك، كما تقدم أن ذكر سبحانه وتعالى ذلك وأمرهم بشكر النعمة. ولهذا قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نقف على الآية التي بعدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.